في تحية تونس مستعدين للحوار مع جميع الأطراف بما في ذلك الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة. شوف نحن معنا حتى إشكال في الحوار. الحوار هو أساس شرط أن يكون هذا الحوار مرتبط بـ 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 بأرضية بتوجه بأفكار. ها هنا ونجي المصلحة الوطنية. نحن لا نتعامل بالإقسام. مادام الشعب التونسي اختار أحزاب أو اختار كتل أو اختار أشخاص لكن ائتلاف الكرامة عنده موقف حاد منكم. الحزب الدستوري الحر بقيادة الأستاذ عبير موسي أيضا عنده موقف حاد منكم ومن تحالفكم مع النهضة. هم أحرار في مواقفهم. ونحن أيضا عندنا استقلالية قرارنا واستقلالية توجهاتنا. تحيا تونس حزب سياسي يتعامل مع مختلف مكونات المشهد السياسي طالما أن هذه المكونات يعني تستجيب للحد الأدنى من شروط المعاملة والتعامل. فنحن مثلا لا نتعامل مع أحزاب ترفع شعار الإقصاء لأن نحن حزب الدستور الحر تعتبره حزب إقصائي إلى حد الآن. مواقفه وتوجهاته تعتمد مبدأ الإقصاء وإئتلاف الكرامة. إئتلاف الكرامة إلى حد الآن أيضا عنده بعض منطق الإقصاء وهذا لا ينسجم مع مقومات التحول الديمقراطي والمشهد السياسي. يمكن أن تكون هنالك اختلافات وهذه وهنالك يعني قواعد تحكم عملية المنافسة السياسية. أما أن تتكون معناه كلهم يعني سواء الحزب الدستوري الحر أو ائتلاف الكرامة نجحوا في إطار آليات وفي إطار قوانين المرحلة الانتقالية الديمقراطية. فالجميع نظريا يؤمن بالقاعدة الديمقراطية.